year, she would say, nothing's impossible. She would say, do not look at the small, make your dreams as high as you possibly can to achieve the goal. Each of you have shown your passion since we have met you. برنامج القادة الطلاب هو كتمول مبادرة الأمريكية الشرق أوسطية الممولة من الوزارة الخارجية الأمريكية. إذا هذا تدريب مكثف اللي كنديروه للطلبة في واشنطن. كنجيبو شي 60 ديال الطالب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كنجيبوهم لواشنطن، كندربوهم في القيادة. وكتكون لي كريتير اللي كنركزوا عليهم باش نجيبو هاد الطلبة، كتكون عندهم روح العطاء للبلاد ديالهم، كتكون عندهم واحد الكاليتي ديال القياده. وكنحاولوا نزيدوا ندربوهم في داك الشيء، كنحاولوا نديروا لهم مثلا تدريب في الماركتين، تدريب في التشبيك اللي كنقدموا لهم، نقدموهم لناس اخرين في واشنطن اللي كيعاونوهم في الدومين اللي بغاو. اذا ملي كيكونوا في واشنطن كيكونوا كيخدموا على مشاريع اللي ملي غيرجعوا لبلاداتهم غادي يطبقوها، واللي غتنفع بلادهم وغتنفع الكوميونيتي ديالهم. دونك 6 شهور من بعد ملي كيكونوا في واشنطن كنجيبوهم جبناهم لهنايا. اذا هاد التكوين بدا البارح، هو يومين جبناهم، كنكونوهم عاوتاني وكنعاونوهم في المشاريع اللي هما بداو بهم، وكنتمناو يرجعوا لبلاداتهم ويطبقوا هاد المشاريع بطريقه ناجحه وينفعوا الكوميونيتي ديالهم. شاركت في ستودنت ليدرز بروجرام 2018 في امريكان، وكنت في الجامعه ديال دلاوير. عمرت لابليكاسيون العام اللي فات بواحد البروجي اللي عنده علاقه، اللي عنده امباكت مزيان زعما ايجابي على المجتمع، اللي كان هو واحد الاسباس كرياتيف في تيزنيت. ومن بعد لا بريمير انترفيو اللي كتكون من بعد لا بريسيليكسيون تقبلت، مشيت دوزت 5 سيمانات في الجامعه ديال دلاوير. قدرنا نقراو على بزاف ديال الامور اللي عندهم علاقه مع البابليك سبيكين، براندين، كيفاش تهضر على البروجي ديالك، كيفاش تلقى الفاندين ليه. دابا حنا هنا في الاكسلريتور وركشوب خدمنا على زعما غير نشوفوا بعد فين وصلنا مع البروجيات ديالنا، باش يقدروا يقيموا واش البروغرام ناجح ولا لا. تلاقينا مع اصحابنا اللي كنا خليناهم اللي شفناهم في امريكان، تلاقينا مع بزاف ديال لي فورماتور اللي عاودوا عطاونا معلومات جداد وكيفاش غادي نقدروا نكبروا المشروع ديالنا كبر. بالنسبه للمشروع ديالنا ليسباس كرياتيف ديال البلاند في تيزنيت قدرنا نحلوه لو 11 نوفمبر الفايت، سكيفا دابا حنا خدامين كنأكتيفيو البروغرام ديالنا، وكنطمحوا اننا نقدروا عن طريق لي تليفون ديال مابي نكبروا المشروع ديالنا اكثر ونوصلوا الناس اكثر من ناحيه ديال الامباكت اللي بغينا نكرياو. مابي هي تجربة كتير مهمة بالنسبة لي وبالنسبة لنا كلنا، لكل المشتركين، لأنه بالنسبة لي هي كانت الوسيلة لحتى طبق أفكاري الحلوة ولحتى حقق حلم كان عندي بلبنان. اشتغلت على برنامج تعليمي للسوريين اللاجئين بلبنان. قدرت اتواصل مع جمعيات انترناشونال، يعني جمعيات امريكيه وجمعيات لبنانيه، اللي اعطوني التمويل لمشروعي، واللي هو انه قوم ببرنامج تعليمي لهال اللاجئين السوريين بين عمر 5 و13، ما كان عندهم اي وسيلة تانية لحتى يتعلموا، بس بسبب الحرب حرموا من أبسط 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 حقوقهم، واللي هي التعليم والعلم. اللي حلو انه قدرت اوصل للهدف اللي عندي. في 300 متطوع قدم على برنامجي، ونحن اخترنا 40 متطوع من الجامعه الامريكيه ببيروت. بدنا نعلم 60 لاجئ سوري، وهيدا الهدف، يعني حققت هدف وزياده كمان بهالمهارات اللي تعلمتها بامريكا. وكرمال هيك تم اختياري لهيدا المؤتمر بالمغرب. وبهول اليومين كانوا يعني مثل كأنه حسينا أكثر من يومين، شي شهر أو شهرين حتى، لأنه كان في كتير تدريب من ناحية القيادة، ومن ناحية كيف بدنا نطور هيدا المشروع اللي عنا إياه، ومن ناحية كيف بنقدر نتواصل مع الجهات اللي هي خليني أقول أكبر مننا، يعني مع الدولة ومع المؤسسات العالمية، لحتى نقدر نطور مشروعنا. وحتى الحلو بهيك مؤتمرات أنه حتى منتعرف ونحكي مع بعض، ومنلاحظ أنه نحن اللي من نفس عمر بعض ما منعرف أنه عم نشتغل على نفس الأهداف، فقدرنا نتواصل نحكي أكثر مع بعض. وفي كتير مننا قدرنا أنه نتفق أنه نشترك بمشروع واحد،
وهيك بدل ما كل واحد ايد واحدة ما بتزقف لحالها، فبدل ما كل واحد يشتغل لحاله، اذا اشتغلنا بمجموعة اكيد بنقدر نحقق هدف اكبر، مش بس على مستوى لبنان بلدي ولا بلد كل حدا مننا، بس على مستوى المينا، منطقة المينا كلها. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.